بمناسبة حملة 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، عقد الاتحاد العام لنقابات العمال ندوة تحت شعار مسؤوليتنا كلنا ضد العنف المبني على النوع الاجتماعي، وذلك في مبنى الاتحاد لنقابات العمال بدمشق. نحن الحقيقة نعتبر أنفسنا جهة معنية مباشرة في هذه المسألة. هناك لجنة المرأة العاملة المركزية التي تسهر على حقوق المرأة، استطعنا حقيقة من خلال القوانين النافذة ومن خلال المتابعة أن نخفف إلى الحدود الدنيا من قضية العنف ضد المرأة في مواقع العمل ضد المرأة العاملة. وهذه المسألة يعني نوليها كل الاهتمام، ونعمل على يعني بتر كل الحالات التي تحصل في هذا الاتجاه بالتعاون مع الإدارات والمفاصل التنفيذية على مختلف المستويات. هذه المبادرة من الأمور الضرورية التي ينبغي أن تكون واضحة ومتكررة وموجودة على كل الأصعد. السبب الأساسي أنه نحن نحتاج إلى محاربة هذا العنف الاجتماعي بكل صوره، من خلال الإعلام بالجهة الأولى، ومن خلال التوعية المستمرة من الجهة الثانية، ومن خلال تسليط الضوء على ما في قوانين التشريعات السورية، ولله الحمد من إضاءات جدا راقية تحفظ المرأة من العنف وتعطي المرأة حقها. الندوة تضمنت التعريف والإضاءة على الحملة وتاريخها وتعريف بعض المصطلحات كالعنف القائم على النوع الاجتماعي والحل الأمثل للقضاء عليه ودعم وتمكين السيدات في مختلف المجالات. نشاط من 16 نشاط اللي حددتهم حملة دولية لمناهضة العنف ضد النوع الاجتماعي، واللي أحده العنف الموجه ضد المرأة أحد هالنشاطات هاي. فطبعا النوع الاجتماعي بيشمل المرأة، ذوي الإعاقة، كبار السن والأطفال. وحنعرض اليوم موقف القانون السوري من العنف ضد النوع الاجتماعي. النشاط الذي دائما يصب في إلغاء العنف أو المناهضة ضد العنف أو الاستراتيجيات المتبعة التي يمكن أن نقوم بها كسيدات من أجل القضاء أو التخفيف من العنف ضد المرأة. هناك ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية أحاطت بالمرأة، إلا أننا يجب أن نعمل كي تكون هذه الظروف هي الداعمة لها. الفعاليات لها الأثر الكبير جدا من حيث التوعية، من حيث تمكين المرأة، من حيث إيجاد بعض الفرص سواء العلمية أو العملية، لأنه الحل الأمثل للتخفيف من العنف القائم هو بالتعليم أولا، ومن ثم بتقليل من البطالة وإيجاد فرص العمل سواء للرجل وسواء للمرأة. وبالتالي هاي الفعاليات هي هدفها الأساسي هو رفع الوعي ومن ثم التمكين. يذكر أن حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء حملة سنوية موافقة لليوم الدولي للقضاء على العنف وضمان التساوي في الحقوق الإنسانية.